السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصعب شعشاعة مؤسس موقع عرب جي تي. اليوم راح أخذكم بجولة سريعة لنكتشف مع بعض الأداء تبع لينكن نافيجيتر. انطلقنا على الطرقات لنختبر سيارة اللينكن نافيجيتر. بصراحة قيادة السيارة جدا سلسة، ما بتحس أبدا بوزن السيارة وبحجمها الكبير، وبنفس الوقت عزل السيارة يعتبر جدا ممتاز. أبرز ميزة بالسيارة أنه عندك 7 وضعيات مختلفة للقيادة، 7. بداية أول وضعية بنختبرها لليوم، اللي عم بختبرها هلا بجبال، اللي هي وضعية الإكسايت. هاي بتعطيك أفضل أداء للماكينة وأكبر قوة للماكينة. الوضعية الثانية الكونسيرف، هاي للناس اللي بهمهم التوفير بالبترول واللي بهمهم البيئة أيضا، فبتضعف شوي الماكينة. وضعية النورمال، الوضعية الطبيعية للقيادة. وضعية النورمال 4x4 أوتو بتشغل نظام الدفع الرباعي للسيارة. وضعية السليبر للطرقات الزلقة والمطرية. وضعية مهمة جدا للمنطقة عندنا مخصصة اسمها وضعية الديب ساند، هذا فورا تتفعل في حالة دخولك إلى البر والصحراء، فهي بتعطيك أقصى وأفضل أداء ممكن في القيادة على الطرق الرملية. طبعا وضعية الرمال العميقة مع وضعية الهيل ديسنت كنترول، هدول الأوبشنين الموجودين باللينكن نافيجيتر بيساعدوا أي شخص يدخل على الطرق الصحراوية وبيبسطوا على قائد المركب القيادة بالطرق الصحراوية. أيضا من الوضعيات الموجودة وضعية السلو كلايمب، اللي هو التسلق البطيء. هاي السيارة هون في حالة طرق صخور زلقة، فأنت بتعطيك أقصى أداء ولو تراكشن بيكون عالي جدا. وكمان من الأنظمة الجديدة الموجودة على سيارة اللينكن نافيجيتر نظام التوجيه الإلكتروني المتكيف، اللي بيقوم بكل بساطة بتغيير قساوة أو مرونة عجلة القيادة حسب السرعة اللي بيمشي عليها قائد المركبة أو حسب وضعية القيادة. بالنسبة للقوة اللي بتتوفر فيها سيارة اللينكن نافيجيتر، 450 حصان عند 5500 دورة بالدقيقة، و691 نيوتن متر من التورك من عزم الدوران عند 3000 دورة بالدقيقة. طبعا هالهورس باور وهالتورك العالي مع تقنية التوين توربو تشارج مع تقنية الجير السلكت شيفت اللي مختارها لينكن من 10 نسب، عم بيأدوا بالسيارة انها تنطلق من 0 ل100 بسلاسة وبليونة. خلنا نختبر التسارع. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم. لو حابين تعرفوا اكثر عن سيارة اللينكن نافيجيتر تابعونا بالفيديوهات القادمة.